السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مقطع اليوم بيكون عبارة عن أقيام 2v2، كانت أقيام شبه ممتعة. أتمنى مقطع اليوم يعجبكم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب. أتمنى نوصل عدد كبير من السبسكرايب هذا المقطع. اليوم أسوي سبسكرايب يعني ينزل يضغط الأزرار اللي تحت، بس بدون ديسلايك الله يرحم والديك. أتمنى أنكم تستمتعون، خليكم مع المقطع. أوكي، ستيلث وليجند، حلو ومتين بعد ستيلث. هذا لاعب ألماني ما خبضني، ألماني والله ما أدري، اللي عارفه صححولي. يطب بيكون جيم صراحة حلو. تك روح أيمن، حلو بلكت. ها آه عمري تفهم والله استغلال الأخطاء. بشوت يا عمري والله نايس سيف، انا انفجرت ما ادري ايش السالفه، ما ادري وش صار. متوخر شوي، بلك وخر. يا ساتر شوت، امسك المرمى. يا عيني متوخر شوي. لو انه ظابط الريست، انا سويت ريست بس بدون ما اطق الكوره، لو اني طاقها كان جت هدف. صح يا عيني عليك، وخر انت بعد. مستحيل، الله ينايس عدى منهم كلهم. جبت العيد يا عيال، هدف ياب، ما جبت العيد انا. امسك يو يا البري جمب، يو يقلع بليس. نايس سيف، جريت والله نايس سيف. عيال لاك، وش ذا اللاك يا عيال؟ الو سبحان الله، القم يصير بنقي اخضر. اوكي اجي، يا ساتر الجيم، سبحان الله اول ما دقيت ريكورد جا ضدي كيدوب. يا ساتر الجيم يا عيال، عن كيدو احد الاشخاص اللي قد اخذ كاس العالم اكثر من مره، مو مره واحده وبس. ياب 3 تايمز وورلد تشامبيون، مو مرتين، ثلاث. اوف قدرت اصد هذه، يا ساتر دبل سيف. او ماي جاد، ما قدرت. يا ساتر 940 نقاطه، لا ليت مخليها، انا توقعتها باص. اجل لك يا اخي، تكفى خوينا، ما له ظهور في ذا الجيم، بس يلا ما عليه ما عليه. قد العب الحالي تقريبا الى الان، معنا للدقيقه الجيم بادي يعني عادي. امسك رجع، بحاول اعتمد على نفسي اكثر من اني اعتمد على اخوي. ما راح نولا. دبل ريست، معنا اليمين نقاط عاليه الصراحه مره، ما راح اعتمد. هذه صديت ذي، حلو طقيت هذه، حاولت اني ابلك. رجع بسرعه، لا تكفى يا عيال. اليمين ايش وضعها يا ابوي؟ وش اللي سوى فور في الدو؟ اقسم بالله يمدينا، بس اليمين افك. يقول اي مس ذا اكونت اتس ماي بروما، يقول هذا حساب اخوي. كنت حاسس اللعبه ما هو طبيعي، لعبة سيء والله قهر. والله حطيت اعذار اقسم بالله، بس يلا. انه خاطي 1500 بس دخل حساب اخوه، حسيت اللعب مو طبيعي ابدا، تلعب الحالي بس يلا ما عليه. ان شاء الله اقدر اقابل كيدو مرة ثانية ونعوض. اوكي لوبي جديد ضدي نكسيكو، هذا بيتكسك طبعا لو فاز. اخذ البوست قبلي، هدف ياب. هيك اطب اسلم يا عمري، نايس دبل سيف. هيك ايه دمني بالغلطه هنا الكذب عندك.
اتس جو يا بوي. اخذت بوستاتهم نزيد الخشه هذا اللي ضيع جيم. جيم مزعج يا عيال والله. كل اللي في الجيم تشيسرز. ليتهم خليها يا. هذه سهله اسبق اسبق بالتكسكه قبل لا يتكسك علي. اخ كله داف من تصديم. شوف هنا جاي يصدمني. يلا مالي مالي والله. عندنا ستة سيفز يا ساتر. يسون باك يابا انا داري. يا ساتر حلو. اخذت البوست. مالك لك طبطب يا عمري. لا تكفى والله جاب. ما توقعها ما توقعها. ما ينلم. قل غيرها قل غيرها. ما ودي اخسر ما ودي اخسر يا عيال. بتكسك بتكسك نكسكو بتكسك بتكسك بتكسك. ما فجرته. صدمته يا ساتر. كويس اني جبتها. اوف صح اني عيت بس عوضت. تكفى هدفك اخ. يا شين دفاعهم. حلو حلو امشي. وخرتها وخر شوي. حلو والله كويس اني صديتها. ما توقعت توقعت اني بنصدم هدف. وخرت شوي. هدفك يا شيخ. اخوات السيف. جيم صح انه زفت بس انه حلو. زفت لان اللي ضدي كريه. كويس انه والله كان جيم الصراحه صح. لوبي هذا مره مره لو. اللوبي مره لو يعني. لو نخسر باكل تبن. انا الوحيد اللي يعني بنضغط. او انا الوحيد اللي بنضغط في ذا اللوبي. اوكي صدت هذه. ما اقدر ما معي بوست. بينج كويس يساوي راندوم خايس. راندوم كويس يكون بينجك خايس. الدنيا عندي مقلوبة. مستحيل يجتمع كذا جيم حلو مع اللي ضدي مع اللي معي مع بنك. اخر شوي. هذا فليكك تكفى. ايوه جاب العيد. فجرته. لك. يا ساتر. لا حد يقول لي حظ. هذه اقسم بالله انها مقصودة. والله مقصودة. شوف وين طرت انا اصلا. رحت قدام عشان ابلك له. ليتس جو. والله الاهداف ما اخيرا 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 بقول الاهداف ما ودها تجي. مالك يا عيني. مستحيل. نايس. ها عندك خوينا. ليتس جو. قريت دي. والله كويس اني قريتها. يسار. انت ناوي فيك لا كذا شتها شوي شوي على اساس انه يسبك. يا عيني يا عيني. اما نيد انا اسف اجل. صدمت الكورة. اوكي دخلنا جيم جديد. ليتس جو. عندك يا وحش. حلو فقع بداية هذا تفقيع. حلو جوك. بصير افقع زيك انا بعد. بس 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 بس. كنت ناوي ادبل بس جت ضعيفة. تكفى لا تنفجر. ملك ملك ملك. اوكي كويس اني لمستها معه. لايستر. يمديك يا عيني. حلو حلو. عندك والله الجيم ذا مطرطع شوي. اللي معي كويس بعد. نايس. وانا امدحه. ليتني مفجر. بيحط المرمى على المرمى على المرمى. والله اني داري اقسم بالله اني داري والله. لما كان مع خويه وجت وزنه. يب هذا اللي كنت انتظره. بس يب اخبز على المرمى. بس انه طقت السيل. انا قلت طقت السيلينج يعني خلاص بتسهل على المدافع. الله يستر.
ياب ياب كنت حاس خلاص خليت خوي الحالة وذا لعبها صح دايزن كستها آه. يا اخي اقسم بالله انك بطل. اوكي على اوفر تايم اوفر تايم اوفر تايم بسم الله روح خوينا. اخ ليتس جو. لا والله صدى نايس بطير. اوكي خربت عليه ياب ياب قلته يا ساتر والله اشكر على ردة فعله اقسم بالله بطل. والله صراحة كانت اقيام بالنسبة لي صح انه يعني ها جبت العيد انا ولقلقت وخربت النفسية بس والله متعة. بعد بطولة الدوري السعودي ان شاء الله بحرق رانكي ان شاء الله فبحاول اني ارفع رانكي اكثر واكثر. دامكم وصلتوا الى هنا اتمنى مقطع اليوم عجبكم، تنسون اللايك ولا تنسون السبسكرايب. اتمنى نوصل ذا المقطع 3000 لايك اذا نقدر ونوصل برضو عدد كبير من السبسكرايب. نراكم ان شاء الله على خير وفي امان الله.